أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد على آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول. من الأسئلة التي وردتني مكرراً خلال الأيام الماضية بناء على ما ينتشر من خلال بعض المقاطع، مقاطع المصورة، هل فعلاً كان عندنا نحن الشيعة، عند أئمتنا عليهم السلام، عند فقهائنا القدامى أن الاجتهاد حرام وأن التقليد حرام؟ هل فعلاً الأئمة نهوا عن الاجتهاد؟ هل فعلاً نهوا عن التقليد؟ وأنه بعد مدة من الزمن تغير هذا الأمر بحيث أصبح بأن الفقهاء الشيعة هم يمارسون الاجتهاد ويطلبون من عامة الناس أن يقلدوهم، يطلبون منهم التقليد، بل تحول ذلك التحريم إلى وجوب بحيث يقولون للناس إذا ما تقلد عملك باطل إلى آخره. هل هذا الكلام سليم؟ هكذا طرح علي من خلال ما انتشر. وفي هذه المقاطع الفيديو التي شاهدتها هناك استدلالات ببعض الروايات وكلمات علمائنا القدماء، فيها استعمال مصطلح أحياناً اجتهاد، تقليد، غيره. نبي نتوقف عندها قليلاً ونشوف هل فعلاً هذا الكلام سليم أم غير سليم. مثلاً، فقط قبل ما أجيب هذا المثال، هناك تلاعب أو اشتباه عندهم، يعني إما الذي يقدم هذه المقاطع يتلاعب بالمصطلحات، وإما هناك اشتباه حاصل عندهم، ما أدري. على كل حال، مثال من الروايات التي يتمسكون بها رواية عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا في سنته، مسائل شرعية كذا مثلاً، ندور في القرآن ما نلقاها، ندور في سنة الرسول صلى الله عليه وآله ما نلقاها، طيب فننظر فيها؟ قال عليه السلام: لا، أما إنك إن أصبت، يعني إذا نظرت فيها، إذا اجتهدت فيها بين قوسين، فإن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله. يعني إذا وصلت إلى الجواب الصحيح أنت مالك أجر، وإذا جواب خطأ فأنت نسبت إلى الله ما لا يريده، ما لم يقله، ما لم يشرعه. واضح شلون؟ فيقولون شوفوا هذه الرواية تبين أن الإمام الصادق كان يخالف شيء اسمه اجتهاد. واضح؟ أولا لابد من أن نميز وضع المكلفين ما بين عصر حضور النبي، حضور الإمام، وما بين عصر الذي لا نستطيع فيه أن نلتقي بالنبي والإمام ونأخذ منه مباشرة. وهناك تفاصيل كثيرة شرعية لا نستطيع أن نصل إليها من خلال القرآن الكريم ومن خلال ما هو متوافر من السنة. فماذا يفعل المكلف في مثل هذه المسائل؟ نترك له المجال، كل واحد نقول له روح انت كيفك، دبر حالك، سوي اللي بتسويه، وبعدين امام الله سبحانه وتعالى انت معذور؟ ام ان احنا نقول له لابد من ان يكون هناك بعض اهل الاختصاص يدرسون القرآن بشكل جيد، يدرسون الاحاديث السنة بشكل جيد، يبحثون عن بعض القواعد التي يعتمدون عليها ويستخرجونها من القرآن، يستخرجونها من السنة، وبالتالي يقدمون لنا الجواب في هذه المسائل، أيهما أفضل، أيهما الأقرب، هذا أم ذاك؟ نترك الناس لحالهم ولا هذا؟ نحن في زمن لا نستطيع فيه أن نقابل لا نبي ولا إمام ونأخذ منهم، وبالتالي لعلك احتمال إن الإمام يقصد إن مدام أنا موجود، الإمام الصادق عليه السلام يقول مدام أنا موجود فإذا مو من حقك أنت مدام تقدر توصل لي أنك أنت تفكر وعلى كيفك تستخرج المسألة،
تعالي راجعني أنا وأعطيك الجواب. قد يكون هذا، وبالتالي قد يكون هذه الرواية خاصة بأي زمن، زمن الإمام موجود ونقدر نلتقي فيه، هذا احتمال. هذا واحد. اثنين، عبارة اللي يقول بأننا ما ألقاها، ما ليس نعرفها لا في كتاب ولا سنته فننظر فيها، كلمة فننظر فيها يبدو المقصود منها حسب يعني مفاهيم ذلك الزمان ليس ننظر فيها بمعنى الاجتهاد الذي هو قائم اليوم، يعني الاجتهاد وفق الكتاب والسنة وفق القرآن والحديث، وإنما من خلال الرأي الشخصي، من خلال بعض القواعد الخاطئة التي بدأت تظهر في ذلك الزمان في بعض المدارس الفقهية يبتعدون فيها عن المصدر الصحيح للفتوى للوصول إلى الحكم الشرعي، ويعتمدون فيها على قواعد خاطئة أو على الرأي الشخصي ويفتون على أساسها. فالإمام يقول أنتوا بعد لا تسوون كذي، انتبهوا من هذا الخطأ. أعطيك مثال، شوف هذه فتوى حقيقية اللي راح أقول لك إياها، فتوى حقيقية اعتمادا على النظر الخاطئ، النظر اللي ما يعتمد على قاعدة صحيحة على أساس صحيح. يقول ما هو حكم قتل العبد بالخطأ؟ عندنا إنسان حر وعندنا إنسان عبد. لو بالغلط أنت ذبحت إنسان حر، معروف القرآن الكريم عندنا آيات تتكلم عن هالموضوع، عندنا أحاديث. طيب، حكم قتل العبد بالخطأ ما هو حكمه؟ قال أحد الفقهاء ذاك الزمان، قال حكمه حكم قتل البهيمة، كأنك ذابح لك بقرة بالغلط، كأنك ذابح لك خروف بالغلط. لماذا؟ قال لأن العبد والبهيمة مملوكان. شوف هذه القاعدة، هذا يسمونه قياس الشبه. يقول العبد يشبه البهيمة من أي ناحية؟ أن هذا مملوك وهذا مملوك، فإذا حكم هذا يصير حكم هذا. فنروح ندور في الأحاديث شنو حكم قتل البهيمة بالخطأ، راح نعرف جواب حكم قتل العبد بالخطأ، وهذا جواب خطأ، هذه فتوى خطأ. ليش؟ لأن اعتمد على قاعدة بالنظر مثل ما قال الإمام الصادق، خطأ، قاعدة من عنده، قاعدة لا يمكن لا يصح الاعتماد عليها، فالنتيجة خطأ. فالإمام يقول هالطريقة هذه شنو؟ خطأ. هذه كانت موجودة في زمن الإمام الصادق، والإمام كان ينبه إلى هذا الشيء. وبالتالي لما الإمام يقول بالنظر لا، هذا يشبه ما قاله الإمام الباقر عليه السلام برواية مسعد بن صدقة عن أبي جعفر عليه السلام، قال من أفتى الناس برأيه فقد دان الله بما لا يعلم. من أفتى الناس برأيه، ومن دان الله بما لا يعلم فقد ضاد الله. ليش؟ حيث أحل وحرم فيما لا يعلم، من عنده يطلع فتوى ما يمشي على قواعد صحيحة على أسس صحيحة، هذا اللي ينهون عنه الأئمة عليه السلام والمجتهدين في هذا الزمان. مو هذه طريقتهم، مو على كيفهم يطلعون الفتوى. الفقيه اليوم عنده قرآن وعنده سنة وعنده قواعد يعمل على أساسها. ثم الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول في إحدى الروايات المروية عنه، إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. إحنا نعطيكم قواعد وأنتم من هذه القواعد تستخرجون ماذا؟ قواعد صغيرة أخرى، فروع، وبالتالي تعرفون أحكامكم في بعض القضايا اللي إحنا ما ذكرناها مباشرة، لكن هذه القاعدة تبين لك الحكم. طيب، الإمام اللي يقول لنا كذي يرشدنا إلى ماذا؟ يرشدنا إلى نوع من أنواع الاجتهاد. بأي معنى اجتهاد؟ الاجتهاد اللي موجود اليوم، وليس اجتهاد الرأي، ليس الاجتهاد
من رأي الإنسان وعلى قواعد خاطئة. أعطيكم مثال. عمار الساباطي عن الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء نظيف، حتى يعني اللي بتعبيرنا اليوم احنا نقول طاهر، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر. فإذا علمت شفت بعينك صار عليه نجاسة فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. مدام ما شفت بعينك وما تدري فالأصل أنه شنو؟ نظيف، يعني ماذا؟ طاهر. واضح شنو؟ هذه قاعدة. هني راح تجي لنا مسائل، واحد يقول زين صار لي كذي، هذاك يقول صار كذا، هذا يقول صار كذا. خلاص الإمام عطانا قاعدة وأنت عليها شنو؟ تمشي خلاص تفرع. هذا الفقيه جزء من الفتاوى عندنا هي مبنية على مثل هذه القاعدة. بعد عندنا قاعدة التجاوز، عندنا قاعدة الفراغ، عندنا قاعدة اليد، عندنا قاعدة سوق المسلمين إلى آخره. هذه قواعد الأئمة قدموها لنا، وأحيانا حتى القرآن قدم لنا بعض القواعد ثم أخذوها الفقهاء ومن خلالها شي يسوون. وهذه توصية الإمام الصادق عليه السلام: نعطيكم القواعد وأنتم فرعوا. فقهاء اليوم جزء من دورهم يقومون بهذا الأمر. شوف هني الإمام شلون يوجه أحد المكلفين لكيفية حل مشكلته. عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عثرت، يعني تعرشبت، عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة. مرارة مالت الحيوان يحطونها على أساس شنو؟ مثل الدواء والعلاج والحماية بحيث لا تلتهب وكذا. فكيف أصنع بالوضوء؟ شلون أتوضأ؟ قال: يعرف. الإمام يقول له يعرف، ما جاوب سيدة، أعطاه قاعدة: يعرف هذا وأشباهه. الحالات اللي مثله، يمكن اليوم ما تحط مرارة، شو تحط؟ تحط لك مثلا لزاق، تحط لك جبس، واحد يحط له باكر يخترعون لنا مادة معينة تنحط مثل ما صار أكو مثلا بلاستر سائل وهكذا. يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. عجيب، الله مجاوب على السؤال. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، امسح عليه تحت القص. شنو القاعدة إذن؟ إن ما في حرج، نفي الحرج. شو تسوي بهالحالة؟ تقص صبعك وتروح تتوضأ؟ الله يبي دينك سهل، فشو تسوي؟ امسح عليه خلص تحت القص. بعد هني لما تجي لحالات أخرى مشابهة يعرف الحل ولا ما يعرف؟ فالفقهاء يجمعون هذه ويقدموا لنا إياها بشكل مسار. بعد علينا ننتبه مصطلح الاجتهاد ومصطلح التقليد كان لهم معنى معين في بعض الأزمنة اصطلاحيا علميا، ثم تبدل ثم تبدل. وبالتالي لما الإمام يستخدم مصطلح التقليد قد يكون المعنى اللي يقصده ماذا؟ معنى الموجود في زمانه، مو المعنى الموجود الاصطلاحي اللي اليوم احنا اليوم لما نقول في الفقه الشيعي، لما نقول التقليد سيدة مخنا وين يروح؟ تفكيرنا وين يروح؟ اتباع المراجع، صح ولا لا؟ اتباع الفقه. ذاك الوقت التقليد مو هذا معناه. فلما الإمام مثلا إذا في رواية يذم فيها التقليد فمو قصده المعنى اللي اليوم دارج. فمرات يصير تلاعب بهذا الشيء، يقول شوف الإمام يقول ما يصير، هو الإمام قاعد يتكلم عن شيء ثاني. الاجتهاد مثل ما قلت قبل شوي في زمن الأئمة الإفكان في ذاك الوقت يغلب عليه معناه ماذا؟ الإفتاء بالرأي، يعني من دون القواعد الصحيحة، من دون الكتاب والسنة والقواعد الصحيحة، الإفتاء بالرأي على قواعد خاطئة، هذا كان يسمونه اجتهاد. فإذا ورد شيء عن الاجتهاد في ذم فهو يخص هذا، من قبيل قياس الشبه اللي ذكرناه قبل شوي. من الروايات مثلا اللي يتمسكون فيها عن الإمام الصادق عليه السلام: إياكم والتقليد. يقول شوفوا الإمام الصادق كان يقول التقليد حرام،
وانتم اليوم يا شيعة تقلدون. إياكم والتقليد، تحذير هذا، صح ولا لا؟ فإنه من قلد في دينه هلك. كلكم انتم شنو الحين؟ رحتوا فيها. هذا قاعد أنقل، والحين بعد واحد يقول شيخ، هذا يقول شنو، لا تقلدون. فإنه من قلد في دينه هلك. إن الله تعالى يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلا والله ما صلوا. شلون تخذوهم أرباب من دون الله؟ فلا والله ما صلوا لهم وما صاموا. إذن شنو سووا اللي الله يذمهم؟ ولكنهم أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا، فقلدوهم في ذلك فعبدوهم وهم لا يشعرون. يقول شوفوا التقليد حرام، احنا نقول له اقرأ عدل. ولكنهم أحلوا لهم حراما، أحبار عمدا كانوا يغيرون في أحكام الله، يحرفون أحكام الله، يغيرونها من الحلال يسوونه حرام، والحرام يسوونه شنو؟ حلال. والناس يشوفون مكتوب في التوراة في شريعتهم هذا حلال، لكن يتبعون منه الأحبار والرهبان، يقول احنا مالنا شغل، هم أفهم، مع أن الله يقول لهم حلال يتبعون الأحبار أنه هو ماذا؟ حرام. والعكس صحيح، هنا الله يذمهم. فقهانا ما يسوون هذا الشيء، يحللون الحرام يحرمون الحلال، مو هذا دورهم، صح ولا لا؟ هل أكو أحد من فوق؟ إحنا نشترط من شرطاء من شر من شروط الفقهاء المراجع اللي نقلدهم إن لازم شي يكون عنده، يكون عنده عدالة، صح ولا لا؟ خاف الله، ملتزم بالشريعة، إذا أخطأ يتوب، يبادر بالتوبة، صح ولا لا؟ فإحنا مو ناس فسقة قاعد نتبعهم مثل أحبار اليهود وكذا اللي كانوا يتعمدون يغيرون، والناس يدرون إن أكو تغيير ويتبعونهم، هذا المذموم. وبالتالي التقليد اللي الإمام قاعد يتكلم عنه بأي معنى؟ واضح بأي معنى؟ بمعنى مخالفة كلام الله عن علم وعمد واتباع. هذا واضح؟ إحنا التقليد اللي إحنا نتكلم عنه اليوم شيء ثاني، ما له شغل. فإذا الإمام استخدم مصطلح التقليد ذاك الوقت مو قصده هذا اللي جاري الآن. يقولون الشيخ الطوسي، بعد هذا شيخ الطائفة، هذا أحد أبرز العلماء في القرن الخامس الهجري، شي يقول الشيخ الطوسي: التقليد إن أريد به قبول قول الغير مثل المراجع من غير حجة من غير دليل وبرهان، وهو حقيقة التقليد. هذا معنى التقليد حقيقة، أنك تأخذ من دون دليل، فذلك قبيح في العقول. فإحنا كلنا قاعد نسوي شنو الحين؟ أمر قبيح بحكم العقل. أوف، شيخ الطوسي يقول هذا الكلام؟ إيه نعم قايل هذا الكلام، لكن تدرون وين قايل؟ قايل في قسم العقائد، عنده كتاب من قسمين، قسم يبحث في قضايا العقائد وقسم يبحث في قضايا الفقه. في قسم العقائد يقول اتباع العقائد من دون حجة ودليل يعتبر ماذا؟ قبيح. هم خذوا هذا المقطع وقالوا شوفوا هذا فقيه ويقول لكم التقليد شنو؟ قبيح عقلا، لا تمشون عليه. والدليل على انه قاعد يتكلم عن قضايا عقائدية، نكمل كلامه: ولأنه ليس في العقول تقليد الموحد أولى من تقليد الملحد. موحد وملحد قاعد يتكلم عن شنو؟ فقه ولا يتكلم عن عقائد؟ قاعد يتكلم عن عقائد، واضح صح ولا لا؟ بعدين شو يقول؟ لأن فيه إقداما على ما لا يأمن كون ما يعتقده عند التقليد جهلا لتعريه من الدليل. والفقهاء كل مسألة يقدمون عليها على الأقل على الأقل دليل، إذا مو 10 أدلة وعشرين دليل. إذن كلام فقهاءنا بلا دليل ولا مع دليل؟ مع دليل، ما يتكلمون كذي بدون دليل.
والإقدام على ذلك قبيح في العقول. إيه نعم، في تؤمن بالله لازم عن دليل، تؤمن بالنبي لازم عن دليل، تؤمن بالإمام عن دليل، تؤمن بالمعاد لازم عن دليل، ما يصير تتبع أمك وأبوك وفلان وفلان، ما يصير. كل العلماء يقولون لا تقليد في العقائد، صح ولا لا؟ لا تقليد في أصول الدين، صح ولا لا؟ كلهم يقولون. ونفس الشيخ الطوسي في مكان آخر لما يجي للفقه شي يقول في كتاب العدة في أصول الفقه، والذي نفس الشيخ الطوسي، والذي نذهب إليه أنه يجوز للعام، يعني غير المتخصص غير الفقيه الذي لا يقدر على البحث والتفتيش، إذا يقدر يروح هو يتوصل هو يدرس وكذا هذا تكليفه، لكن اللي ما يقدر كغالبية الناس شي يسوي؟ نذهب إليه يجوز تقليد العالم. نفس الشيخ الطوسي، بس هناك شي يسوون؟ عملية انتقاء ويخدعون الناس بهالكلام ويقولك تفضل. نفس الشيخ الطوسي يقول ما يجوز التقليد. الحين اليوم يقصون عليكم يقولون روحوا قلدوا. يقول الشيخ الطوسي يدل على ذلك أن يجوز التقليد أني وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زماننا هذا يرجعون إلى علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات ويفتونهم العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به. يعني يقولون لهم شنو؟ تقدر تمشي على مثل ما احنا نقول لك. وما سمعنا احدا منهم قال لمستفت، ما سمعنا واحد منهم من اصحاب الائمه من العلماء كذا شنو قالوا لواحد يستفتيهم؟ لا يجوز لك الاستفتاء، روح دور بنفسك. ما حد قال ولا العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت، مثل ما أنا تعبت روحي روح أنت صير مجتهد. أكو أحد جاوب بهذه الطريقة؟ يقول لنا وتعلم كما علمت وتروح تتعلم مثل ما أنا تعلمت. ما حد يقول كذي. ولا أنكر عليه العمل بما يفتونه، يروح يجاوبه وبعدين يقول له دير بالك تسوي مثل ما جاوبتك، روح دور أنت بنفسك. يعني هم يجاوبه وهم يقول له روح بنفسك دور وأنت طلع الحل. أكثر الناس ما تقدر، أكثر الناس ما عندهم قدرة علمية ولا وقت ولا تخصص. ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان الخلق العظيم عاصر الأئمة عليهم السلام، ولم يحكى عن واحد من الأئمة النكير على أحد من هؤلاء. إن إمام الأئمة مسك لواحد من أصحابه قال أنت ليش تفتي؟ خل الناس بروحهم يروحون يدرسون ويتعلمون ويوصلون للفترة. في عندكم شيء كذي؟ ما في. ولا إيجاب القول بخلافه إن يجب إن تروح تدرس، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، يقولون لا زين سويت مثل فلان خليفت الناس. فمن خالفه في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه. اللي يقول ما يصير التقليد هو قاعد يقول كلام مخالف للحقيقة والواقع. الآن هذا كان رد إجمالي على هذه الإشكالات اللي كانت مطروحة. نعم هذا لا يعني إن ما في ملاحظات على طريقة الاستنباط وعلى بعض الفتاوى وكذا، وإلا ما كان في خلاف بين الفقهاء وما في تطوير في الاجتهاد، صح ولا لا؟ ولكن هذا هو المقدور في زمن احنا فيه، انسد علينا باب الوصول إلى العلم من خلال النبي والإمام في مسائل كثيرة، ما نقدر. واضح؟ والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.